بسم الله الرحمن الرحيم. سنتحدث في هذه المحاضرة عن تتمة التطبيقات الخاصة وعن الصيانة. معكم المهندس محمد بشير متولي. سنتحدث في هذه المحاضرة عن بداية، خلينا دعنا ننظر على هذا الإعلام ونشاهد بعض التفاصيل. استيقظ الجهاز، أوامر صوتية، يتم من خلال تحكم الجهاز. تكبير مرتين. تفعيل نمط الكلر. تكبير. انتقال إلى نمط 3D 4D. التصوير البانورامي. التصوير البانورامي يعتمد على تصوير جزء بطول معين، لا يمكن، هو أطول من الفوتو برينت. لاحظ من هذا الفيلم كيفية الصورة، وهذه الصورة نلاحظ إمكانية إظهار كل هذا الطول من الوعاء في صورة واحدة، مثلها مثل تصوير البانورامي السني. إنه من الطبيعي أن لا يمكن إظهار جميع هذه الصورة في صورة واحدة، ولكن هنا يتم تخزين الصور ثم دمجها مع بعضها لتظهر في صورة واحدة. هذه فكرة التصوير البانورامي. التصوير الذكي، الهدف منه آي سكان. الهدف منه عند الضغط على زر الآي سكان يتم معيار التي جي سي ودوبلر حسب النمط. فهنا نلاحظ تي جي سي تم ضبطها، والجين، لأن سطوع الصورة يتم تعايرتها بشكل مباشر. عند الضغط على زر الآي سكان يتم معايرة ال 2D. لاحظ دوبلر يحتاج إلى إعادة عيار، يتم من خلال الآي سكان معايرة إشارة الدوبلر. لاحظ هنا من خلال الآي سكان يتم معايرة إشارة الدوبلر التي تصبح أكثر وضوحية ودق. هو زر موجود على الجهاز، من خلال الضغط عليه يمكن الحصول على ما يسمى بالتصوير الذكي. الصيانة، سنتحدث في الصيانة في أهم البارامترات. في حال حصول عطل ما في جهاز الإيكو أيا درجته، فإن الأسئلة التي يجب طرحها هي: ما هو العطل؟ أين يقع العطل؟ ما هو سبب العطل؟ ما هو الإجراء المناسب للتصليح؟ نلاحظ أن كثير من أعطال أجهزة الإيكو تتحدث عن نفسها مشددا إياك إلى أماكن المتوقع حدوث العطل فيها أو في أي منها. وغالبا ما نبدأ بأكثر الأماكن توقعا حدوث العطل فيها حيث يتم فحصه. هناك عدة طرق للفحص، ثم الانتقال إلى الأولوية التالية في حال لم يكن الخيار الأول هو الصحيح. من الصعب صيانة جميع الأعطال دون الرجوع لمخططات الجهاز وكتيب الاستثمار الفني وحلال المشاكل ترابل شوتينج، وذلك أن لكل جهاز خصوصيته التصميمية قد تجعل بعض الأعطال خاصة بهذا الموديل دون غيره. بالإضافة إلى أن أجهزة الإيكو تعد أجهزة معقدة، وبالتالي فإن استخدام الأدوات السابقة أمر لا بد منه. ينبغي أن تتوفر بعض المواصفات في الشخص المعني بالصيانة: إلمام جيد بمبدأ عمل الجهاز والمراحل التي تمر بها الإشارة، إلمام جيد بالإلكترونية العملية، العناصر الإلكترونية وطرق فحصها ومبدأ عملها، إجادة قراءة المخططات والتتبع على المخططات. طرق الفحص، من أهم طرق الفحص في حال الشك بأي عطل فهو في مرحلة البورد إكس، في المرحلة إكس أو البورد إكس، يعني في أي مرحلة، مرحلة البيم فورمر، مرحلة الفرونت إند، باك إند، أو ديسبلاي أند ستوريج، حسب المرحلة اللي نريدها يتم الفحص. خلال معرفة دور وطبيعة عمل المرحلة يمكن توقع أيضا في أي جزء من المرحلة وأي عناصر التي نبدأ الفحص وما الطريقة المناسبة. من طرق الفحص، طريقة فحص المقاومة، حيث يتم فصل التغذية عن الجهاز، نجعل الجهاز مفصول عن الكهرباء ونقوم بفحص العناصر من خلال المقيمة المقاومة التي لديها.
في حال عدم عمل أي مقابل يتم استبدالها. طرق فحص الجهد، تبقى التغذية موصولة ويتم فحص الجهود الدارة باستخدام كتيب الصيانة عند نقاط التيست بوينت، طبعا يكون الجهاز شغال وموصول بالكهرباء. في حال عدم طبقة القراءات مع المفروض يتم عزل القسم المعطل ويستبدل بآخر. طريقة فحص نقطة نقطة برسم إشارة، وعندما لا تجدي الطريقتين نستخدم هذه الطريقة وتأخذ شكلين. فحص نقاط محددة من قبل الشركة الصانعة تسمى تيست بوينت، وذلك وتكون هذه النقاط في كتيب الصيانة مع الإشارة التي يجب أن نجدها عند الفحص، شكل الإشارة مطالها ترددها. حقن إشارة تمثيلية باستخدام مولد إشارة في مراحل التضخيم الترانزستورية والعملياتية، ثم يتم تتبع هذه الإشارة لتحديد مكان العطل مع الأخذ بعين الاعتبار محددات الإشارة المحقونة، لا تؤدي إلى تلف في أي جزء من أجزاء المراحل ولا تكون خارج المجال التترددي المضخم. يمكن إجراء هذا الفحص على أي قسم من كامل التضخيم. بعض الأعطال، خلل في وظيفة العامة للجهاز قد يكون ناتج عن فرع التغذية 5 فولت، والخلل قد يكون ناتج عن عطل في الديود أو نقصان في قيمة المكثفات مع الزمن، قد يكون ناتج عن خلل بالسي بي يو، تشويش في الصورة وعدم وضوحية. ناتج عن فرع التغذية 12 فولت، هناك نقص فيه. عن الـ A2D مثلا، نقصان تردد الهزاز المسؤول عن الـ A2D، تعطل في قناة أو أكثر، خلل في تغذية البورد، ظهور الصورة السطحية بالرغم من أن التردد يصل لأعماق كبيرة، قد يكون خلل في تغذية البروب، خطأ في البروب الخاص بالبروب نتيجة تكون مناطق اتصال بين الأقطاب للتغذية. هناك بعض الأعطال، تشويش في جزء من الصورة، مسحها بشكل عمودي ناتج عن عطل مجموعة من الكريستالات، عدد غير كبير. اختفاء جزء من الصورة بشكل عمودي ناتج عن عطل مجموعة من الكريستالات متجاورة. ظهور شرائح أفقية في الصورة، بورد الأقنية الشانل بورد به خلل يحتاج إلى تعديل. اختفاء الصورة المسح بشكل كامل مع بقاء النصوص، قد يكون فصل في الكلوب في البروب أو تعطل به. عطل في البورد الأقنية، عطل في الجين تي جي سي اي دي لاين ميموري فريم ميموري، وقد يكون عطل في A2D، عطل في DSC، وظهور صورة على شكل خط أفقي، عطل في بورد الشاشة مثلا ملفات الأحراف، ظهور رصاص على شكل خط عمودي في المنتصف، عطل في بورد الشاشة ملفات الأحراف الأفقية. بعض الأعطال الأساسية عند تجميد الصورة، تفقد الصورة المعلومات، عطل في فريم ميموري. الصيانة الدورية، هذه أهم بعض أهم الصيانات الدورية الممكن القيام بها، وهذه فحص البروب عبر المري الذي يرغب أن يقوم بهذه الفحوص. الصيانة البروبات وكيف تتم، هذه بقى فحص الشقوق، المقبض، سلامة المرونة، وهذه بعض الفحوصات التي يمكن الاطلاع عليها والتعامل معها من أجل البروبات. فحص وحدة التغذية، تأكد من أن الليد لوحدة التغذية لأنها تعمل. فحص الكونكترات والكابلات، تنظيف تراكبول وإزالة الحلقة ثم إزالة الكرة وتنظيفها وإعادتها في مكانها. هنا بعض الفحوصات للفيديو، فحص موديلات النظام، فحص أداء الشاشة، تأكد من عمل النظام من أنماط الإظهار من 3D دايكوم. دايكوم هو نمط التصوير يدعى Digital Imaging and Communication Medicine، هو عبارة عن سوفت وير يمكن التعامل معه كستاندر للنقل، نقل الصور الطبية التي مطلوب منها تحافظ على الدقة تبعها، إن كان دقة بالقياسات أو الدقة في سطوع الصورة لتحديد الأمراض وقياس حجم الكتل. تاريخيا هي بدأت 93، اندمجت، كانوا يستخدموها اي سي ار وان ام اي اي، ثم دمجوا مع بعضهم وطلعوا اول نسخة واحد ثم اثنين ثم اخيرا دايكوم 3. الان يتم استخدامه في جميع المشافي في جميع الاجهزة، وهو غير خاص باي شركة، يمكن استخدامه على جهاز فيليبس او سيمنز او جي اي، ان كان التراساوند او مرنان او وهذا ما يتميز به مرنان عن اي دايكوم عن اي اكستنشن اخر مثل جي بي جي واي في اي، بل يمكن استخدامه على الاجهزة. هذا ما يتميز به الدايكوم. أهم مواصفات الدايكوم، الدايكوم هنا له 3 ميزات، إن كان ستورج من أجل التخزين على المحطة، أو إن كان برينت للطباعة على طابعة برينت دايكوم برينتر دايكوم، أو إن كان ورك ليست لاستدعاء البيانات الموجودة على المحطة على الجهاز وإعادة دراستها في نفس الجهاز. نشكر لكم متابعتكم، وأتمنى أنكم استفدتم من هذه الدورة، وشكرا لكم. في حال وجود أي أسئلة لا تتردد في الاتصال على إيميل موجود على في أول الفيلم، وشكرا لكم.